تستعد كلية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستقبال الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني، حيث من المفترض أنها تستقبل 18,000 طالب وطالبة خلال هذا الفصل. فيسعدنا يعني التواجد في هذا الاستديو مع الضيفة والأستاذة الدكتورة رباح النجادة، عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. يا مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك. مساك الله بالنور والكرامة، أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك، حياك الله دكتورة. ودائما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يعني على عاتقها مسؤولية جدا مهمة، وهي استقبال أكيد طلبتنا. فنبي نتكلم عن الجاهزية للفصل الثاني ومدى استعدادكم لهذا الموضوع. الحمد لله، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني. قامت مكاتب التسجيل عندنا في الكليات، الخمس كليات، بالتجهيز بقيادة المسجل العام، وعندنا مكاتب الإرشاد الأكاديمي بمتابعة إدارة الإرشاد الأكاديمي بالهيئة بالإعداد للجداول الثابتة للطلبة الجدد، كما أنها وزعت مواعيد للتسجيل في السحب والإضافة اللي هو ابتداء من اليوم، وطبعا جهزت المقررات التي يحتاجها كل الطلبة الخريجين للفصل الحالي أو المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي أو الأول. فالحمد لله إحنا مستعدين لبداية عام إن شاء الله دراسي موفق. جزاكم الله ويعطيكم العافية. دكتورة رباح، كم عدد الطلبة المسجلين في هذا الفصل الدراسي الثاني؟ تقصدين المستجدين؟ المستجدين. إحنا استقبلنا الفصل الثاني حوالي 9,000 طالب وطالبة. 9,000 طالب وطالبة. والمستمرين عندنا حوالي 42,000 طالب وطالبة. ما شاء الله، يعني عدد. عدد كبير. يعني إحنا الهيئة تعتبر أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت حاليا، من حيث طبعا عدد الطلبة أو أعضائه التدريس أو الموظفين اللي متواجدين طبعا لتسهيل عملية العمليات التعليمية داخل الهيئة. طيب نتكلم على الجانب الثاني، هل اليوم جاءتكم الموافقات على المنح في قبول الطلبة من وزير التربية؟ جاءتنا من المدير والوزير وسوينا لهم قبول ودخلوا المقابلات، فانتهيتوا من إجراءات كاملة. الحمد لله. ممتاز. نقدر نعرف العدد؟ هو الوزير ل 120 مقعد. 120 مقعد. أي. ممتاز. وتم الموافقة على 120 كامل؟ اي طبعا. أي. احنا العدد هو محدد، يعني كان في اول دفعه في طلبه طبعا لما نتصل عليهم الارقام متغيره او يعتذرون ان هم راحوا لمؤسسات اخرى. صحيح. ففي احتياط او بديل بدالهم. ممتاز. وبالنسبه للمدير العام ايضا لا عدد مقاعد؟ صحيح، لا عدد مقاعد، يبلغ 100 مقعد. 100 مقعد. ممتاز. تم الموافقه كلهم عليهم؟ كلهم اللي أوراقهم كاملة. طبعا هو لأن الترشيح من المدير أو الوزير بنسب القبول اللي احنا نقبلها، بس هي تكملة لأوراقهم، فإذا أوراقهم كاملة ما عندهم مشكلة. وبالنسبة لغير الكويتيين كم عددهم منتسبين للكلية؟ يعني الحين أنا ما يحضرني عدد الغير الكويتيين اللي احنا مجهزينهم، بس عدد كبير. احنا دائما القبول نقبل ما يعادل 5% من أعداد الكويتيين المقبولين. صحيح. يعني معروفة عن الكويت، مو غريبة أنها تساهم في تعليم الكويتي والأجنبي الكل. بالضبط. يعني ما شاء الله عندها سلم التعليم كبير. الحمد لله. يعني احنا في عندنا طبعا أخواننا العرب المقيمين دائما نتيح لهم فرصة، نقبل دائما أبناء دول مجلس التعاون، ونقبل الدول العربية، نقبل زوجات الكويتي، أبناء الكويتية، زوجات الكويتيين، فبالتالي الدبلوماسيين، أبناء ظاهية التدريس، كل هذه فئات غير كويتية، فكلهم لهم نصيب من ناحية التعليمية طبعا. طيب بنتكلم عن مواعيد وفترات التسجيل بالنسبة لكم. احنا ابتدينا اليوم. اليوم أول يوم في السحب والإضافة، يستمر من اليوم 27 إلى يوم الخميس اللي هو 31. هذه سحب وإضافة. التسجيل الفعلي كان في ديسمبر. عطينا كل طالب 4 مواعيد في التسجيل الفعلي. بعد الطلبة ما سجلوا طبعا تطلع لهم مشاكل، إن عندهم مقررات فيها تضارب في المواعيد، عندهم مقررات غير متواجدة، فتمت مخاطبة الأقسام العلمية.
طبعا غطوا معظم هذه الاحتياجات اللي الحين احنا فتحنا لها السحب والاضافه. حلو. بالنسبه يعني لذوي الاحتياجات الخاصه المتفوقين، هل لهم مواعيد خاصه ولا مواعيدهم مع الكل؟ المتفوقين اللي هم معدلهم من 3.60 وذوي الاحتياجات نعطيهم مواعيد متميزه في اوقات جيده علشان يقدرون يسجلون. طيب اليوم النقاش دائما نذكر حتى احنا طلبه ان اصعب مرحله التسجيل وصعوبه التسجيل، هل اليوم انتم قمتوا باجراءات معينه تسهل هذه العمليه بحيث ان اليوم الطالب توفر له المواد والشعب الدراسيه مع الدكاتره اللي هو يرغب انه يعني تكون الماده عنده؟ شوف هو بالعكس الحين اجراءات التسجيل سهله بدليل ان التسجيل الكتروني، الطالب ما ييلك عشان يسجل، ما يتعب نفسه، ما يبذل مجهود، وهو قاعد عن طريق حسابه الشخصي يدخل ويسجل المقررات اللي هي موجوده. بتقول للشعب المقلقه، لا ما زال في شعب مقلقه، ما زال في طلبه يعانون ان في هناك شعب هم يبونها او مقررات غير متوفره. طبعا هذا ما في يعني مشكله بالاجراءات الفنيه او الاداريه ابدا، هي ميزانيه. فلما احنا عندنا بالهيئه القاعات محدده محدوده مع زياده العدد، فبالتالي اكيد يصير في عندنا شعب مقلقه. بس اهم شيء ما نعرقل الطلبه اللي مقبلين على التخرج، يعني هذول اهم ناس نحاول على قولتهم نتمنى ان تتسهل اجراءاتهم. صح. الخريج اصلا المفروض هو خالص من التسجيل المبكر. فاموره طيبه. اموره طيبه، ممتاز. هو وين الخريج اللي شويه تاخر؟ اللي كان مثلا عايد مقررات. صحيح. اللي كان عنده درجات مؤجله توها مرصوده، فبالتالي انت تبني طبعا اذا كان مقرر مسبق تبني عليه اللي بعده. هذا اللي باقيين قله، ولكن الخريجين معظمهم بشكل عام انتهى تسجيلهم من شهر ديسمبر. يعني الحين سهلت الامور وصار التسجيل عن طريق الحساب الشخصي لكل طالب، حساب شخصي يقدر يدخل حسابه ويسحب ويضيف ويحط مواد. بس بعض الاحيان مثلا يصير تعطيل في الحساب، شلون هالطريقه، شلون الطريقه ان يعني يتواصلون معها ايون المكتب؟ يعني هو المفروض الحساب ما يتعطل، هذه المشاكل كانت قديمه. قديمه. الحين بمتابعه دائما عندنا النظام، احنا عندنا مركز تقنيه المعلومات والحاسب الالي رديف معنا في العمل. من بدايه التسجيل في فريق من مكتب المسجل العام ومركز تقنيه المعلومات يتابعون عمليه التسجيل، فاذا صار السيستم في اي داون عندنا على طول مواعيد بديله. نعطي الطلبه اللي كانوا في هالفتره موعد بديل، بس الحين نادر ما يصير هذا الشيء. صحيح. دكتوره، عاده في التسجيل وتحديد الرغبات بالنسبه للطالب اللي اكيد بتوجه للكليه، في بعض الكليات ممكن مضغوطه اكثر او التوجه عليها اكثر، نقدر نتعرف على هذه الكليات؟ أشوف أكثر كليات عليها إقبال وضغط كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية، خاصة من البنين. البنين يرغبون في الدراسات التكنولوجية لأن فيها وايد تخصصات مرتبط في سوق العمل النفطي، فبالتالي مرغوبة. وبعدين لأنها تخصصات عملية الأعداد المقبولة فيها هم مو كبيرة، يعني القسم العلمي ما يزيد في عدد المقبولين عن 50 طالب، فبالتالي في تنافس شديد عليها حقيقي. وكلية التربية الأساسية الإقبال أكثر بنات، لأنها كمهنة سوق عملها وزارة التربية في المدارس يتوافق مع طبعا ظروفهم الأسرية ومع الأطفال، فمرغوبة طبعا. حلو. بالنسبة حق اللي تعذر تسجيلهم في الكلية، شنو هي الأسباب وشنو الطريقة لو مثلا يبون يعيدون التسجيل مرة ثانية؟ شوفي في طلبة، يعني احنا دائما نطلع إحصائيات، في عندنا عدد يكون مسجل زيرو وحدات، ما دخل النظام. لما نعطيه في التسجيل المبكر الفعلي 4 مواعيد ما يدخل ولا موعد، أكيد ما يسجل. فهو تقاعس من الطالب نفسه. يعني في بعض الطلبة يقولك أنا عندي ظرف، طيب أنت عندك ظرف بس أنت تقدر وأنت رغم ظروفك وأنت ببيتك تسجل. أنت ما تسجل تقدر تعطي مثلا والدتك والدك رغم حسابك ويسجلك وأنت قاعد. فبالتالي إحنا نحاول إن إحنا ننقذ في السحب والإضافة. إذا تعذر عليه ويانا في فترات التسجيل راح نساعده، إما يروح مكتب التسجيل في كليته ويقدم لهم عرض حاله او مكتب الارشاد الاكاديمي. ما في طالب يوصل لنا والرده، بس اذا الطالب هو ما وصل مايه فصعب تساعدينه، لانه مو اجبار يسجل. يمكن الطالب هذا الفصل ما يبي يدرس، يبي يسوي وقف قيد،
فما في شيء يجبر انه هو يسجل، فعلشان كذي لازم الطالب هو اللي يبادر ويطلب اذا كان عنده اي مشكله. يعني احنا مستمرين في النقاش حول خلينا نقول التحديات والصعوبات اللي قد يواجه الطالب في التسجيل، ولكن مستمرين معكم مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل. وما زلنا مستمرين في الحوار مع الدكتورة رباح النجادة، ونتكلم فيها عن هموم الطالب. بالنسبة لطالب الثانوية لما يمر على شهادته الثانوية سنتين لم يتم قبوله أو أكثر، شنو السبب؟ وهل هناك استثناءات مثلا عنده حالة مثلا مرضية أو حادث مستشفى، في عنده حالات استثنائية؟ في استثناءات؟ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تقبل جميع الشهادات، شهادة حديثة وشهادة قديمة. ما عندنا ما نقبلهم. ما في هذا القانون؟ لا ما عندنا. بس نسبة الشهادة الحديثة تختلف شوية. شهادة في بعض الكليات، في بعض الكليات ما تفرق، المعاهد ما تفرق. بس كلية التربية الأساسية والدراسات التجارية شوية ناخذ نسبة أعلى حق الشهادة القديمة للمرغوبين، باقي الكليات نفس الشيء، فما عندنا ما في فرق. إذا اليوم يعني هذا 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 القانون، أو اللي مثل نقول اليوم متخرج سنتين أو 3 سنوات يقدر أنه هو يقدم ودائما يقدمون عندنا تمشي بي بي اس. لكن غريبة بأن دارج اليوم في بين خلينا نقول الأشخاص أو في مجتمعنا بأن سنتين وترى شهادتك ما تقدر تقدم. أنا أعتقد هذا بالنسبة لجامعة الكويت والبعثات الداخلية والخارجية حسب معلوماتي. بس الهيئة لا، احنا ناخذ شهادات حديثة وقديمة ناخذها. طيب اليوم خلينا نقول دائما توجه الجانب الأكاديمي والتعليمي في كل دول العالم بأن يهيئ هذه التخصصات والخريجين منها في سوق العمل للبلد نفسه. اليوم نتكلم عن سوق العمل الكويتي، فهل اليوم نهيئ احنا طلبتنا في التطبيقي؟ احنا مجالات التطبيقي معظمها مهيئة لسوق عمل معين. يعني احنا عندنا مثلا المعاهد اللي هو قطاع التدريب معظم 99% من دوراته دورات بهدف التوظيف. يعني تكون جهة العمل الداخلية، الجمارك، المطار، هم يبون هذه الدورة ويحددون لنا العدد نقبلهم ويتخرجون على طول تعيين عندهم. مثل ما مساء أشرت أن كلية الدراسات التكنولوجية معظمها هم مرتبطة بسوق عمل اللي هو السوق النفطي. كلية التربية الأساسية سوق عملها وزارة التربية. يعني يتعينون على طول ديوان الخدمة يعينهم في وزارة التربية. فمعظم التخصصات عندنا كلية العلوم الصحية وكلية التمريض وزارة الصحة. فسوق عملهم محدد فيه. فبالتالي الحمد لله احنا قاعد نغطي جانب كبير من سوق العمل الكويتي حسب طبعا توجه الدولة وخططها. ونتمنى طبعا ان كل ما يصير في مجال اكثر راح يكون في تنسيق بيننا وبينهم. ممتاز. يعني قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني الجديد، هل تم الاتصال بمعظم مثلا الادارات واعداد تقارير يعني عشان يواجهون هذا العدد الكبير من الطلبة؟ فعلا احنا عندنا مكاتب التسجيل بالكليات ومكتب المسجل العام يقوم بتجهيز التقارير عن عدد الطلبة وحالاتهم. يعني كم خريج انا عندي في كل قسم علمي، كم متوقع تخرجه، كم عدد المستمرين. لان الطالب ياخذ مواد تخصصية ومواد ثقافة عامة ومهني ويزود الاقسام العلمية فيها وهي تبني عليهم الجداول. ففعلا يكون في هذا الجهد، فدائما اعداد الجداول تكون بناء على تقارير واحصائيات محددة. ممتاز. اليوم هل في تعاون بينكم بين وزارات الدولة على حسب التخصصات اللي توفرونها اكيد في الكليات؟ اي طبعا احنا في بيننا وبين مثل ما قلت لك وزارة الصحة، وزارة التربية، عندنا الداخلية، عندنا التفتيش من المطار، وزارة التجارة، كل هذه احنا في بيننا وبينهم اتفاقيات، حتى في بيننا وبين الحرس الوطني. ممتاز. انهم يدزون لنا ناس مبعوثين على اساس مثلا استكمال عندهم دراسي، ففي عندنا طبعا اتفاقيات كثيرة. هل في إجراءات جديدة صائرة يعني راح يطبقونها هذا العام الدراسي الجديد؟ احنا رفعنا حق اللجنة العليا للقبول مقترح بالجدول الآلية، بحيث من هذه الأمور اللي تفضلت وإحنا شلون نبني الجداول. مهما يكون العمل البشري دائما يكون في قصور ويكون في مثلا أخطاء، فإحنا متوجهين أن الجداول تنزل بشكل إلكتروني. نحط برنامج يدرس الإمكانيات المادية من قاعات ومختبرات والإمكانيات البشرية من أعضاء التدريس وتدريب وعدد الطلبة، ويقوم يوزع الاحتياجات والجداول عليها.
اللجنة العليا بالعكس كانت مرتاحة من التوجه، بس نحتاج إلى شوية دراسة على أساس أن احنا نطبقه بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله يا رب. ومزيد من التطور بهذا المجال يساهم أكيد بتطوير أبنائنا وأخواننا الطلبة طبعا. لكن نرجع شوية للتسجيل والوحدات المسموح بالتسجيل لها لكل طالب تحديدا. احنا عندنا فئات التسجيل، يعني عندنا الطلبة الخريجين للفصل مثلا الحالي يسمح لهم بحد أقصى 23 وحدة. ممتاز. الطلبة المتوقع تخرجهم يسمح لهم في 21 وحدة. المستمرين يكون 18 وحدة. الطلبة اللي عليهم انذار معدل 15 وحدة. ممتاز. فحسب الفئة تقسم. يعني بالنسبة للطلبة في الفصل الدراسي الثاني والمستجدين في الفصل الدراسي الثاني، يعني أعداد الطلبة قاعدة تزيد، هل الكلية والمعاهد تقدر تستوعب هذا العدد الهائل من الطلبة؟ طبعا شوفي، أي قبول يكون تبع لميزانية محددتها الأقسام العلمية والكليات، فبالتالي أكيد هي قادرة على تستوعب هذا الشيء. مثل ما تفضلتي، قد تكون في تترتب أن في طالب مثلا في مواد ثقافة عامة كل الطلبة يأخذونها، احنا مو معقولة انت عندك، اذا عندنا احنا في الكلية كلية التربية الاساسية بنات عندي حوالي 20,000 طالبة، ما تقدرين تنزلين مقرر رياضيات حق 20,000 طالبة. صحيح. فطبيعي لما نصير مثلا يسجلون عدد معين الباجي، لو انا ارقب ما راح الاقي، بس راح الاقي مقررات اخرى. فبالتالي اي فعلا هذه ميزانية محددة، وان شاء الله الكليات قادرة على استيعابها. بالنسبة يمكن للعدد اللي تفضلتي فيه دكتورة، اليوم الجانب الارشادي، هل في جانب إرشادي بالنسبة لكم في الكليات يساهم بتوضيح نقول لحديثين نقول تواجدهم أو دراسة في الكليات؟ طبعا إحنا كان في الأقسام العلمية كان في المرشدين علميين، الطالب ما يروح، الطالب ما قام هو يبادر انه هو يبحث عن المعلومه، يبي المعلومه توصل له. احنا طبعا عندنا في بدايه الفصل الدراسي الاسبوع السابق كان عندنا ندوات ارشاديه قامت فيها مكاتب الارشاد الاكاديمي بالكليات، ولكن عندنا على نظام الهيئه مرشد الكتروني في جميع اللوائح، في جميع الخطط الدراسيه، وصلنا ان الطالب يقدر الحين انا بسجل مثلا خلينا نقول 15 وحده، وافترض اني انا راح اجيب مثلا 3A 2B، احسب حق نفسي واطلع حق نفسي كم راح يصير معدلي. ممتاز. اسوي حسبه افتراضيه على النظام، فعندي نظام مرشد الكتروني الطالب اول باول ممكن يوضح له جميع اول باول اي استفسار يدخل وراح يلاقي الجواب عليه باذن الله. ممتاز. ريم، تكلمنا قبل شوي عن خلينا نقول تعاون الوزارات، لكن اكيد ندش بجانب شيء مفصل اكثر. اكيد. فنروح نشوف هذا التقرير، التعاون مع وزاره الداخليه، نرجع لكم. طبعا دوره تفتيش امن مطار كانت بالمشاركة مع وزارة الداخلية لتوفير عمالة مدربة، والهدف الأساسي هو التماشي مع خطة التنمية. دور إخواني مفتشي أمن المطار لا يغفل الأهمية عن دور يقوم به أي أحد من الضباط أو العسكريين، ويقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة. ولاحظنا خلال فترة التدريب الميداني لمفتشي أمن المطار اكتسابهم خبرات كافية تمكنهم من البدء في حياتهم الوظيفية، وأتمنى التوفيق للجميع. ارتئينا اليوم إحنا في المركز أن يتم تدريس بعض المواد الفنية الخاصة في المطار في المركز عندنا، حتى يتم استخدام الأجهزة الحديثة المستخدمة عندنا في المركز، واللي يصعب أن ننقلها إلى المعهد التطبيقي. من خلال دراستنا في المعهد استفدنا من تطبيقها في الحياة العملية، استفدنا من جميع الدراسات اللي درسناها في المعهد وطبقناها في المطار. طبعا احنا الدفعة الثانية مفتشين من المطار، درسنا 4 كورسات في المعهد على الخدمات الإدارية زائد وزارة الداخلية، وإن شاء الله احنا نكون على قدر المسؤولية. طبعا المتدربات تم تدريبهم وتأهيلهم وصاروا ملمين بجميع المهام والواجبات والاختصاصات، بالإضافة إلى أن هم فهموا وعرفوا شلون يتعاملون بالعمل الميداني مع الراكب نفسه. طبعا في الميدان تمر عليهم الأمور كثيرة بالنسبة حق التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى أن هم تصير عندهم ردة فعل شلون يتعاملون مع الراكب في حال الضغط، ولله الحمد أثبتوا جدارتهم أن هم متمكنين أن يتعاملون مع الشيء هذا، وبإذن الله إن شاء الله نتوقع الإقبال على هذا البرنامج. معكم فتشي أمن المطار من الدفعة الأولى. حنا تم فرزنا على أكثر من مبنى، من مبنى الجزيرة إلى مبنى T4 إلى مبنى المطار الدولي، وكل يوم عن يوم نكسب خبرة جديدة وأكثر. حبيت أبارك الإخوان الخريجين، وإن شاء الله الله يوفقكم في حال العملية القادمة إن شاء الله. التخصص هذا مرقوب بشكل كبير،
الوظيفة جدا تعتبر من الوظائف المهمة، التعاون كبير بين وبين وزارة الداخلية، والسنة هذه راح تكون إن شاء الله عندنا دفعة خريجين من طالبات البنات. دكتورة، من خلال الفيديو اللي شفناه يمكن قبل شوي طرأ على بالي سؤال جدا مهم اليوم، هل تقيسون مدى جودة خريجينكم في جهات الدولة تحديدا؟ احنا عندنا إدارة متابعة الخريجين، هي فعلا مهمتها التواصل مع جهات سوق العمل لمتابعة كفاءة خريجينا، وإذا في عندهم أي توصيات قاعد تنقلها طبعا إلى عمادة القبول. النتائج اللي شفتوها أو اللي وصلت لكم؟ بصراحة في دائما احنا على طول قريبين من سوق العمل، فدائما في تعاون ودائما في تطوير لهذه الجوانب، لأن احنا مثل ما يقولون المنتج مالنا لازم يحوز على رضا سوق العمل، ففي تعاون واضح بيننا وبينهم. حلو. بالنسبة للتقرير وتعاونكم مع وزارة الداخلية، كلمينا عن هذا التعاون. وزارة الداخلية هي شريك معنا الحين، لأن هي مثل ما شفتي تفتيش أمن المطار كان الأول بدايتهم كانوا مع البنين، وكانوا يأخذون أعداد محدودة، يعني كانوا ابتدينا في 50، الحين إحنا نوصل إلى حوالي 200 يأخذون في الفصل الدراسي، ويأخذون بنات وبنين، يعني فعلا غطينا جزء كبير من احتياجات الداخلية بهذا المجال. فطبعا وهم عندنا في الداخلية أن إحنا عندنا مالة المنافذ، عندنا مالة خدمة المواطن، كل هذه الخريجين يطلعون من عندنا في وزارة الداخلية. حلو. ممتاز. طيب التطلعات المستقبلية اللي أنت واليوم ما راح نقول الصعوبات لكن تحديات، وهذا شيء جدا طبيعي في جميع مؤسسات العالم، بأنه ممكن تكون في تحديات تتمنون أنت إن شاء الله تتجاوزونها وتطلعون لنجاحات في المستقبل. شوف إحنا أهم تحدي عندنا التحدي حقيقي المالي. إذا توفر عندنا المصادر المالية صدقني نتخطى كثير من العقبات. يعني الهيئة مثل ما شايف هي عبارة عن قطاعين كبار، قطاع تعليمي وقطاع تدريبي، وهذا القطاع التدريبي أنا تروالي مهم جدا لسوق العمل، مهم جدا للكويت، نحتاجه، بس نحتاج إلى دعم مالي، لأن نحتاج إلى قاعات، نحتاج إلى ظهر التدريس، فمتى ما توفر إحنا رح نتخطى على كثير من التحديات. وبالنسبة للهيئات اللي تغطي مثلا القطاع التدريبي، هل هم مثلا إذا احتاجوا لأيدي عاملة كويتيين يقولون لكم مثلا فتحوا المجالات أكثر، إحنا نبي هذه الاحتياجات؟ أو إحنا تينا دورات، يعني حسب الدورة المطلوبة على طول ننفذها. يعني عندنا مثل يمكن سمعتوا حفار أبار تبع النفط، وقت ما يحتاجونا إحنا نفتح حق المطافي. في فترة فتحنا حتى سياحة وتجميل فندقة، أي شيء، أي دورات، أي مهن يحتاجها سوق العمل عندنا سرعة في الاستجابة والتنفيذ. يعني ما توقف، ما تأخذ دورة مستندية طويلة، لا بالعكس سريعين التنفيذ لها، وهذه ميزة قطاع التدريب حقيقي. ممتاز. يعني اليوم أنتوا متجاوبين ما شاء الله عليكم أول بأول مع جميع الجهات بحيث أن توفرون التخصصات المناسبة، لكن اليوم فرصة ممكن أحد الطلبة اللي اليوم باشروا خلينا نقول دواماتهم أو بالفترة القادمة أكيد يحتاج، ما راح نقول نصيحة كثر ما أن هي بعض التوجيهات اللي يحطها بعين الاعتبار على أساس أنه كثر ما يقدر يقلص من الأخطاء اللي ممكن يواجهها في البداية. بداية الدراسة. طبعاً أهم نصيحة من أنا أوجهها لطلبتنا إنهم ينتبهون للمواعيد. يعني إحنا عندنا تقويم دراسي موجود على موقع الهيئة، الطالب يعرف في متى بداية السحب والإضافة ومتى آخر يوم للسحب. يعني صح إحنا عندنا إضافة وسحب من يبتدي اليوم إلى يوم الخميس، بس يستمر السحب إلى متى؟ إلى يوم 20 فبراير. كذلك قد الطالب يسجل مقررات أو يطلب مقررات، يقدم عرض حالة مثل ما تفضلت عنده مشكلة ممكن ما ننزل له إياها الحين، ممكن بعد الأسبوع الأول، هو ما يراجع صفحته الشخصية، فهو مسجل في مقرر ينزل له حرمان ويقول أنا ما أدري. طب ما أنت قدمت طلب، فالمفروض تراجع صفحتك الشخصية. بالتالي لازم الطالب على طول يراجع صفحته الشخصية. مواعيد الحرمان، إذا الطالب نزل له أي حرمان وهو غير مستحق يراجع أستاذ المقرر قبل فترة دخول الامتحانات. مواعيد الامتحانات المؤجلة، إجراءات الامتحانات المؤجلة، كل هذه موجودة على الإرشاد الأكاديمي. يجب على
الطالب انه هو يعني يتابعها ويعرف شنو هي واجباته علشان ما يضيع فتره. التسجيل دائما انصح الذهبي حق الطالب التسجيل الحقيقي اللي هو المبكر، لأن الطالب راح يكتشف شنو نواحي القصور، شنو هي مشاكل الجدول، يبلغنا نتواصل مع الأقسام العلمية ونحلها حقه. فدائما متابعة الصفحة الشخصية حقه، أي إعلانات على موقع الهيئة، وعندنا وسائل التواصل الاجتماعي لعمادة القبول والتسجيل علشان أي تنبيهات نوجهها للطلبة. يعني قواك الله، وللأمانة سعدنا باللقاء معك الدكتورة رباح النجادة عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونبي رسالة أخيرة توجهينها للطلبة ولأولياء الأمور في تحفيزهم على سنة دراسية جديدة. طبعا أقول لطلبتنا ألف مبروك والله يوفقكم، وأقول للأهالي عندكم طبعا جواهر ثمينة اللي هي يعني نقول كنوز المستقبل، تحتاج إلى دعمكم ومتابعتكم، لأن هم الطالب يحتاج دائما إلى سند من الأهل، فالمتابعة داخل الكلية وخارج الكلية من صالح الطالب، وأتمنى للطلبة جميعا التوفيق. كل الشكر لك أكيد، ومشاهدينا مستمرين معاكم وأكيد مع النائب علي الدغباسي والنقاش حول قضايا سياسية مهمة، وأكيد أهمها قانون تقاعد مبكر، لكن بعد هذا الفاصل.